بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا دلوقتي نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن اليومين اللي فاتوا شفنا يعني ارتفاع في درجات الحرارة، حالة من عدم الاستقرار، تراب مالي الجو، يعني نشاط للرياح المثيرة للأتربة، لكن يمكن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، فطمنينا كده الانخفاض ده هيستمر شوية ولا هنرجع تاني لحالة عدم استقرار الطقس؟ بالفعل بعد ال 48 ساعة الماضية من التقلبات الجوية، أتربة ورمال مثارة موجودة في أغلب مناطق الجمهورية، ارتفاع ملحوظ في الحرارة. يمكن احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار بفعل الكتل الهوائية الجنوبية، لكن مع فترات ليل أمس بدأت درجات الحرارة تتحسن، بدأنا كمان نشعر بتحسن في الأحوال الجوية اعتبارا كمان من اليوم. هنبدأ نتأثر في الكتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي هيحصل انخفاض في درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح 4 إلى 6 درجات. يعني متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، أو من ممكن نكون أعلى من المعدل بحوالي درجة. الأجواء الحارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط تبقى الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده فترات النهار مع كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل ترجع تاني درجات الحرارة تنخفض، وتنخفض أكثر في فترات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر. لكن احنا فترة الليل الصغرى بدأت تكون ما بين 21-22 درجة مئوية، فبالتالي الأجواء هتكون أجواء معتدلة ولطيفة تماما. الجو بالليل لطيف فعلا. ابتدى بالفعل في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب وكمان ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح كده، بيخلينا نحس أكثر بالأجواء اللطيفة. نسمة هواء لطيفة بتبقى فترات الليل في أغلب محافظات الجمهورية، بتخلينا نحس أكثر الأجواء معتدلة أجواء ربيعية. كمان اليوم متوقع إن شاء الله يكون فيه فرص ضعيفة الأمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي طبعا ممكن تبقى أمطار رعدية أو مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لأن احنا بنقول هي فرص أمطار خفيفة. الحالة الجوية دي إن شاء الله متوقع إنها تكمل معانا حتى منتصف هذا الأسبوع، يمكن لحد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. درجات الحرارة اللي هي حول المعدلات 34-33 درجة مئوية عظمى بالنسبة للقاهرة الكبرى، هيكون في عودة لتكون سبولة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية على الطرق فترة الصباح الباكر. لكن بصفة عامة الأجواء إن شاء الله تبقى أجواء مستقرة، وإحنا بدأنا نحس بيها من فترة الصباح استقرار في الأحوال الجوية. لكن خلينا نقول إن درجات الحرارة برضه فترة النهار بتخلينا نحس بالأجواء الحارة، فعشان كده هنقول لكل السادة المواطنين مهم جدا إن إحنا بقدر الإمكان فترات الظهيرة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، عشان ما تخليناش نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. معانا غطاء للرأس دايما وإحنا موجودين في الشارع، شمسية أو كاب، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل. ثقافة إن إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم ده شيء مهم جدا خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. طب سؤال تاني بقى يا دكتور، يعني يمكن احنا شفنا تفاعل من مستخدمي الانترنت والسوشيال ميديا مع هيئه الارصاد، معرفش حضرتك لاحظتي ولا لا، وكنت انا وزميلي شاذلي بنتكلم في الموضوع ده، يعني في ناس بتوجه اسئله مباشره لهيئه الارصاد عن حاله الطقس، حضرتك تابعتي الموضوع دوت؟ طبعا يعني احنا الحمد لله في المركز الاعلامي المسؤولين كمان عن صفحه الهيئه العامه للارصاد الجويه، بنحاول بقدر الامكان نكون يعني نرد على اسئله جميع المواطنين، بنحاول نقدم خدمتنا لجميع المواطنين بقدر الامكان.
احنا كمان عندنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه خدمه 24 ساعه بنرد على تليفونات المواطنين، لان ده دورنا، احنا جهه خدميه بنقدم خدمه للمواطن، فبنحاول بقدر الامكان نغطي كافه الاستفسارات، خاصه كمان في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. الناس بتسال كتير جدا عن الحاله الجويه، ان كان ناس مسافره او ناس وراها اشغال عاوزه تعملها، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نقدم الخدمه ونكون قريبين من الناس ونقول لهم المعلومه، لان احنا دورنا ان احنا نوضح المعلومه ونقول المعلومه دايما لجميع المواطنين. اكيد حتى لو السؤال عن ننظف النهارده ولا لسه التراب مكمل، احنا شفنا السكرين شوت دي وهيئه الارصاد بترد لا لسه الرياح مثيره للاتربه مكمله. هي كانت بترد بصفه ان هي يعني خلاص لا لسه في تقلبات جويه، بكره ان شاء الله لسه في حاله من التقلبات واتربه ورمال مثاره، حتى لو حد كمان عاوز يعمل اي اشغال يوميه في البيت او هيخرج فياخد باله. احنا بنرد دايما بالرد اللي هو بيبقى دايما علمي ان احنا عندنا اتربه ورمال مثاره، الحاله الجويه عامله ازاي، وعلى اساس كده الناس بتبدا طبعا تاخد احتياطاتها او بالنا. بالظبط. تمام، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، وفي العاصمة الإدارية 35-22، الإسكندرية 27-20، نفس درجة الحرارة في العلمين الجديدة 27-20، مطروح 26-18، أما في دمياط 33-21، بورسعيد 28-21، الإسماعيلية 35-24. نروح للسويس، هنلاقي درجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 24، في العريش 26-20، كاترين 30-14، طابة 36-24، حلايب 35-28، شلاتين 37-25، في شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، أما في الغردقة 39-27. في الفيوم بقى درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، بني سويف أيضا 37-25، الوادي الجديد درجة الحرارة مرتفعة شوية هناك 43 العظمى والصغرى 28، أسيوط 39-25، سوهاج 41-26، قنا 42-27، الأقصر 42-27 أيضا، ولكن أسوان 43-29. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي هنرجع تاني لشاذلي لمتابعة أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عودة ليك يا شاذلي. شكرا ليك يا هلا. شكرا.